الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. اهلا بكم وحلقه جديده من ستارز اوف فانتسي، والنهارده يوم تاريخي. ميدو النهارده بيتالق بيتفوق تقريبا كده الثعلب النهارده بعافيه شويه، او دبل سكور على طول، مفيش هزار. دبل سكور اكتر، يعني انت مشكلتك في التمرين، انت كنت مركز في التدريب. يعني مش عارف، انا مش عايز ارد عليك. ليه؟ انا عشان انا طول عمري مركز، بس انا الحظ ضحك لي بعد ما اخلوني حظ تكتيك. ربنا مش هياخد منك كل حاجه مره واحده، كل حاجه فكرمني في الفانتزي. بس 107 سكور كبير جدا، ده انا مصنفين على العالم دلوقتي. كل الناس بتتكلم عليا، يعني كل انت الناس، طول عمر الناس بتتكلم عليك، كل العالم بيتكلم عليا. ده مش انت، كل العالم بيتكلم عليك، يعني اكتساح. اكتساح فعلا. يعني بيتي خلاص، يعني مش حاسس ان في منافسه خالص. خلاص 4 سكور بصراحه. 107 كويس، يعني شابو. انا زعلان ان انت مش فرحان كويس. لا انا بفرح لا انا ما مركزتش ان انت جاي 107، كنت فاكر هو مشاعره معاك جد. احنا الماتش، انا اقول لك الصراحه، احنا عشان دبل ويك اللي حصل، يعني حتى ما فيش الطلعه بتاعت انت عامل تريبل كابتن، فطبعا برده مبرر، طبعا مبروك يا ميدو. مبروك، لا مبروك والله العظيم. اي حد يعدي، ال 100 دي بصراحه شابو، شابو. لا وبعدين عامل شغل جامد، كل اللعيبه بتاعته ما شاء الله جابت جوان، لكن صلاح جاب له 48 نقطه تريبل. وعلى فكره انا كنت هعمل صلاح تريبل، وبعدين قلت ايه، عنده ماتشين مش سهلين، عنده ويست هام وكان عنده الاولاني وولفز، فقلت بلاش اعمل الويك الدبل ويك ده، اعمله دبل ويك بعد كده. فهو خد الجرأه وعمل صلاح. اول اسبوع ما كان كان هيلبس في الحيط، يعني صلاح لحق بقى الماتش الثاني بتاع امبارح وجاب جون وعمل جون، فده اللي علاه قوي. ماني بتاع ماني طبعا انا خلص عليا تريبل كابتن، لان ماني بعد ربع ساعه طلع وما لعبش الماتش الثاني، فطبعا اطمن اللي انا عامله خالص يعني. طيب بس هو ميدو، برافو ميدو حبيبي بصراحه، يعني هقعد معاك قاعده كده بعد ما نظبط. بليز بليز خد بايده بتاعنا، يعني مش كده. قبل ما اروح اتكلم في الدوري الانجليزي، 5 ثواني سرعه كده، شفت ازاي اداء مصر المقاصه متفرج عليه في التلفزيون؟ يعني ايه؟ يعني اخر ماتش انت قاعد تتفرج على التاليف في التلفزيون؟ لا بص، يعني طبعا الحمد لله الموضوع معاك. طبعا بص، هي دي الكوره، اوقات كتيره جدا بتجتهد وبتخلص وبتشتغل، ما بقاش فيه توفيق. انا بشكر اداره المقاصه، ناس محترمه جدا، بشهاده مصر كلها، افضل فريق كان بيلعب كوره في مصر، مش كوره بس استحواذ بس وبتاع، لا فريق مؤثر، فريق بيوصل للجون، وفريق بيلعب كوره هجوميه، وفريق بيأدي اداء جيد جدا امام فرق كبيره، هو مصر المقاصه. لكن كان فيه سوء توفيق. طب خليني اقول لك كان في ايه. عادل مصطفى قال ايه؟ عادل مصطفى قال ان انت اديت فرصه لبعض اللاعبين، دفعت انت ثمن دي على حساب نفسك، ودي من الاخطاء. لا انت لا لا, لا. انت كمدرب انت بتبقى عندك قناعات ان انت يستك بلعيبه معينه، ولازم ان انت تفضل ان انت مديهم فرصتهم ايمانا منك من اللعيبه دي هتقدر ان هي تثبت ان انت صح. انا ما اقدرش اقول ان في لعيب واحد في المقاصه ما كانش بيقاتل عشان ميدو. كل اللعيبه كانت بتقاتل، وكل اللعيبه كانت بتموت نفسها، وبشكرهم على المجهود الكبير اللي هم عملوه في كل المباريات الاخيره. ولكن مش ده اللي كان في دماغك. لا لا، هي دي الكوره يا سيف. انا ما تعودتش في الكوره. سيف، يوهان كرويف، بعد الجيل العظيم اللي عامله لبرشلونه، تمت اقالته سنه 96. سير بوبي روبسون سنه 97 تولى اداره برشلونه، كسب 3 بطولات من 4 يا حازم، وفي اخر الموسم تمت اقالته. كل المدربين بيتم اقالته. زي ما قلت لك، انا مجلس اداره نادي المقاصه، وده مفهوم لازم نغيره في مصر، وانا انا في حاجات بغيرها في مصر الحمد لله من خلال تواجدي في الشغل، ومن ضمنها النقطه دي. لما جم قالوا لي، جم يا حازم بيقولوا لي ايه يا كابتن، يعني احنا بنقول لحضرتك ان انت تقدم اعتذارك لان مش ميدو هو اللي تم اقالته. قلت لهم ميدو مش احسن من انشيلوتي، انشيلوتي لسه تمت اقالته من نابولي، ميدو مش احسن من مورينيو، ميدو مش احسن من فلان وفلان وفلان. المدرب اسهل حاجه بالنسبه له لما تكون. بس ليه ميدو ما اعتذرتش؟ يعني ليه مثلا؟ لا مش ميدو، مش ميدو. بص، المدرب يمشي امتى؟ امتى يستقيل؟ لما يشوف خلاص ان هو خسر السيطره على غرفه خلع الملابس، وده ما كانش موجود معاه، او شايف ان اللعيبه خلاص ما فيش رياكشن من اللعيبه للكلام اللي هو بيقوله، وده ما كانش موجود معايا. انا لعبتي لغايه اخر ماتش بشهاده المدربين اللي بلعب قدامهم، وشهادات المحللين والناس كلها اللي شغاله فرقه المقاصه في ال6-7 ماتشات اللي فاتوا، بالذات في ال6 ماتشات اللي فاتوا، متفوقه تكتيكيا وفنيا وبدنيا على كل الفرق اللي بتلعبها بلا استثناء.
ولكن في سوء توفيق في 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 ولكن النهارده انت بتراهن على لعيب ده الكلام اللي ارجع تاني الكلام اللي عادل قاله انت في وقت من الاوقات بتراهن على لعيبه معينه ايمانا منك بان اللعيبه دي هتقدر ان هي تتطور مع اللعب ومع لعبها مع بعض ومع الانسجام وكل الكلام ده كله ده كان بيحصل فعلا كان ببطء ولكن زي ما انا شكرت في اداره مصر للمقصه لكن اقدر اقول لك ان كان الطبيعي لاي حد بتاع كوره ان هو شايف ان فرقه المقصه صحيح النتائج وحشه لكن مصر المقصه في الطريق الصحيح وان ميدو مازال مسيطر بشكل كامل على غرفه الخلف كان طبيعي تصبر كان طبيعي وانت داخل على ماتش طلائع الجيش ان انت تاخد القرار ده في التوقيت ده بالنسبه لي كان مفاجاه مش هقول ان يعني ما شفت كل حاجه في الكره يا حازم شفت يعني كل حاجه لكن انا على سبيل المثال في يوم من الايام فزت ببطوله كاس مصر كاصغر مدير فني يفوز ببطوله في تاريخ مصر وفي توقيت صعب جدا مع نادي الزمالك وتاني يوم طلبوا مني ان انا استقيل تاني يوم بس انا على فكره عجبني جدا الروح اللي انت بتتكلم فيها بعد مهمه جدا ان انت بعد حتى تبقى واقف على رجليك بشكل كويس نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع ميدو وحازم بعد الفاصل نرجع تاني ونتكلم على دوري الانجليزي ونتكلم على السكور بتاع الثعلب و64 كويس بص هو عندي طبعا حاجه مشكله شويه انا كنت حاطط 3 من ليفربول عشان عندهم دبل ويك فحطيت فان دايك وماني وصلاح فان دايك مشي كويس وصلاح مشي كويس ماني طبعا اتعور فده اثر عليا جدا جدا كنت حاجه زنيجا كجول فرحان قوي والله حد ما نمت طبعا ربع ساعه ده حاجه يعني عامل انه هيجي يلعب ماتشين على الاقل هيجيب جول ما جابش حاجه الحمد لله ما كابتنتوش يعني ده الحمد لله جازانيجا الجون بتاعي كان الاسبوع اللي فات جايب 16 نقطه الراجل رجع لورس راح معاه احتياطي ما لعبش ولا الاحتياطي بتاعه لعب فراح مني الجون اساسا صلاح اللي مفوق دي الحاجات اللي اثرت فيها طبعا صلاح وكويس صلاح لحق نفسه احنا كان الماتش الاولاني ماتش وولز كان ما جابش حاجه ولا جاب جون ولا حاجه وكان الموضوع صعب جدا الماتش امبارح لا الحمد لله جاب جون وعمل جون وخد بونص ففوقنا شويه يعني لا انا جبت كام 64 مش وحش 64 بس هو جايب يعني فوق المتخيل يعني فوق ما اتوقع يعني فوق المتخيل 107 دي صعبه جدا ما حدش بيجيبها يعني تعالى عالم يا تعالى بس يعني يلا سيبه يفرح يعني ليه النهارده كده داون كده لا ارفع راسك عالي دبل سكور كتير معلش لا انت ليه داون ارفع ما يهمكش انت الدنيا فايقه وعايزه بقى انا نفسي ان انا يعني ايه افضل السكور محافظ عليه كده لا يعني انت بص هو صلاح طبعا 48 نقطه من 107 يعني تقريبا نص بتاع صلاح بس هو كل اللعيبه بتاعته ما شاء الله يعني حتى ايفرتون دخل فيه جولين واخد الدنيا واخد 6 نقط الوحيد مارسيال هو اللي جاب نقطتين بس يعني وزعلان منه جدا يعني انت بص انت عندك ديني واوريه دخل فيه جوان دخل فيه في فرقتهم جوان وعنده واخدين 6 نقط ودي يعني يعني ما بتحصلش يعني فهي ما شاء الله ماشيه اوريه 6 نقط صلاح مفوق مع ان انت ما ابتديتش بيه بس صلاح 48 نقطه طبعا جول واسيست وثلاثة بونص تريب هو كان التريبل كابتن التريبل كابتن ف صلاح عمل معايا شغل جامد جدا فيرمينيو 9 نقط ابراهام تشيلسي 5 نقط ايو كريستاف بالاس نقطتين بس لكن طبعا سكور الحمد لله الاسبوع ده كنت محظوظ جدا ان كل حاجه مشيت معايا وهنسبب بقى هنفضل شغالين بالشكل ده ان شاء الله ربنا يسهل مش عارف لا حلوه يعني سبب انا عملت الاسبوع الجاي فريت فهرجع لفرقه واعمل فرقه يعني مفاجاه خالص مفاجاه الاسبوع اللي فات ايه استون فيلا وادفورد 2-1 لا ماتش طبيعي يعني مش مفاجاه شفنا استون فيلا بيوصل فاينل اهو مع مانشستر سيتي ان شاء الله وشفنا يعني اكيد شفت جون تريزيجيه واسيست على فكره حلو قوي من محمدي كروس حلو جدا من بعيد قوي لافف لفه حلوه شفت مالو عشان احنا بنتكلم عربي فقلت له العبها على البعيد يالا لا تريزيجيه يعني مع انه بعد الفتره اللي فاتت ما كانش بيلعب ما بقاش يبتدي الراجل بيه اساسي فمهم جدا الجون ده ليه جدا انه يرجع تاني يتحط في الصوره انت شفت بعد الماتش الناس نزلت الحاجات دي تبقى بتدي باور للعيب برضه ان يرجعه تاني بشكل او باخر جون مهم جدا يرجع تاني لاستون فيلا فرقه كبيره استون فيلا واخده 20 بطوله يا سيف خدت 7 دوري قبل كده
خدت 7 كاس، خدت 5 ابطال، خدت تشامبيونز ليج مره، فرقه كبيره يعني. بس يمكن الناس الجديده ما اعرفش استون فيلا. ممكن عايز اقول حاجه على موضوع تريزيجيه، ما اعرفش مش هينفع حاجه بره الكوره شويه. تريزيجيه بعد الماتش كان بيعمل انترفيو بالانجليزي، وشفت ان في ناس للاسف مصريين بيتريقوا عليه شويه من الانجليزي بتاعه. وعايز اقول للناس ان 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 المفروض ان احنا كلنا نفتخر بيه، نحترم ونفتخر طبعا بواحد طور من نفسه، وان هو قدر ان هو يوصل من ناشئين النادي الاهلي ويبقى يلعب في النادي الاهلي، وان هو يلعب منتخب مصر ويروح يلعب في البريمير ليج، يبقى في الدوري الانجليزي. اسهل حاجه بالنسبه له ان هو يطلب ان هو يتكلم عربي، يطلب مترجم. لكن قمه الـ 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 الفخر لينا ان هو بيتكلم انجليزي، وعارف ان هو الانجليزي بتاعه مش ممكن يكون مش احسن حاجه، لكن هو ده اللي هيخليه يتطور زي ما اتطور في الكوره، ان هو يتطور كشخص وكثقافته وككل حاجه. فانا بزعل قوي من الحاجات دي، لان دي شفتها يعني. يعني انت النهارده بتتريق على واحد ان هو بيجتهد وبيخلص ان هو يتطور كشخص، لازم تقف جنبه، لازم تشجعه، لازم ان انت تقول ان حتى لو الانجليزي بتاعه مش احسن حاجه، لكن الراجل ده في وقت من الاوقات هيبقى بيتكلم انجليزي احسن من الناس كلها، وهيبقى الناس بتقدره احسن من الناس كلها. ممكن تكون نقطه بره الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. صح والله، فعلا زعلت جدا لما لقيت كومنتس كتيره جدا، وده هو ده فعلا التنمر. ان انت بتدوس على واحد وبتقول حاجه على واحد هو مصدر فخر ليك، بدل ما تتكلم ان الانجليز شايلينه على الاعناق. ودي ده يعني منظر اعتقد ان كل يعني انت شفت المنظر، حاجه نفتخر بيها. بس انا بحب الولد ده قوي، وانا كلنا كشخصيه كمان. لا هو بعيدا طبعا وهادي فاسهل حاجه بالنسبه له ان هو يستسهل ويقول يا جماعه انا ما بتكلمش انجليزي، انا هتكلم عربي ويجيبوا لي مترجم. لكن اصعب حاجه اللي هو بيعمله ان هو بيتكلم وعايز يطور نفسه. وعلى فكره الانجليز نفسهم بيحترموا البني ادم، الاوروبيين بيحترموا البني ادم اللي بيروح بلدهم وبيحاول يتعلم لغتهم ويتعلم ثقافتهم ويحاول تأدبته ان هو يقدر ان هو ينسجم مع الثقافه بتاعتهم. بيحترموه اكتر مليون مره من المنعزل اللي متمسك بحاجته بس ومش عايز ان هو يشرب اي حاجه ثانيه. برايتون 3-1، نتيجه كويسه جدا. بورنموث طبعا من الفرق اللي عندها ستابيليتي وعندها استقرار كبير جدا، مدرب بقاله سنين معاهم، حفظوا طريقه لعبه، استاد صعب جدا، فنتيجه طبيعيه. بس البالاس كان بالنسبه لي مفاجاه بصراحه، يعني ساوثهامبتون بيكسب بره ملعبه 2-0، جونين حلوين جدا، تسديدتين جامدين من بره ال 18، مفاجاه يعني. يمكن من المفاجات ان كريستال يخسر من ساوثهامبتون في ملعبه 2-0. نيوكاسل كان يعني طبعا واحده من الكومباكس الرهيبه يعني. في الدقيقه يعني في اخر دقايق رجع مره ثانيه، بالذات ان ايفرتون ماسكهم انشيلوتي، مش مدرب مش سهل يفقد السيطره على الجيم، ولكن ده حلاوه البريمير ليج، ان البريمير ليج اي حاجه ممكن تحصل. نتيجه طبيعيه من وجهه نظرك؟ يعني لا سياق الماتش مش لا لا بدايه 86-2-0 في الدقايق. انا مش بتكلم على سياق المباراه، بتكلم من قبل المباراه توقع نتيجه طبيعيه. بص هما لسه قريب جدا، ماتش كان في نيوكاسل وايفرتون كسب، كان في سان جيمس بارك. فانا ايفرتون حاليا عاملين حاجه غريبه في الدوري الانجليزي، معلش نطلع بره السياق برضه. السنه دي ماتشات الذهاب مش نفس ترتيب ماتشات الاياب، انت عارف كده؟ بس ده على طول على فكره. لا مش على طول، مش كده على طول. انت عارف ان انا ساعات حازم كنا بنلعب ما كانش كده على طول، انت عارف كل سنه كده؟ لا انت عارف ان انا ما اخد بالي منها ليه؟ لان تشيلسي مع ارسنال كان لسه لاعبين من 3-4 اسابيع. انت عارف حازم انت بتتكلم ان المفروض عشان يبقى نفس التوقيت عشان لا انت عارف حازم ان احنا كنا ساعات نلعب فرقه مرتين رايح جاي ولسه ما لعبناش الفرقه دي اصلا في الدور الاول. يعني ساعات مثلا كنا في جديد اول مره اسمع عنها. احنا كنا ساعات بنلعب كده، يعني تروح جاي فين في الكاس يعني ولا لا؟ لا في الدوري يعني. مثلا كنا بنلعب الدورين يعني، لعب فرق مثلا ايه، مثلا توتنهام مثلا او ما لعبش حد تاني لسه، مثلا لعبنا نيوكاسل مرتين في الدوري وفي فرق ما لعبتش ولا مره، مثلا ايفرتون ولا مره. كان على طول بيحصل كده. اول مره اسمع دي بقى. انا بقول لك على طول على طول كده مثلا. طب ازاي بقى لما الفيلم تلاقي مسابقات هناك؟ والله العظيم والله العظيم حاجه تلاقي مسابقات، مشكله كبيره. وانا نفسي كنت لسه كاكو مؤجل فيلم مؤجلات. بس خلي بالك انجلترا، بص فين الحاج ده عامل؟ طب ما ليه ده تكافؤ الفرص؟ والله ما بهزرش والله كان بيحصل. طب انا ما بكدبكش على فكره، بس ده مفيش تكافؤ فرص يا عم. انا مره في البريمير يا عم، انا مالي، انا مش بكدبك والله. بص الانجليز اي دايما مختلفين، عايزين يعملوا حاجه مختلفه. بس ايه الاختلاف؟ انتوا مش عارف دي ما فيهاش تكافؤ فرص، ما فيهاش فرص والله العظيم. ايوه يا عم انا مش بكدبك والله، انا بطلع فاصل عقبال ما نتكلم.
عمالين يشاوروا لي فاصل ماشي فاطلع اطلع فاصل ونرجع تاني نحل مشكله يعني حاج عامر رجعنا لكم تاني النهاردة الحلقة برنامجنا برعاية الجي وزد والنهاردة احنا موجودين في نادي الصيد عشان بطولة زد نرجع بقى تاني نتكلم في الدوري الانجليزي برضه سيف عايز يقول حاجة على الدوري الانجليزي السنة دي بيعملوا حاجة معاش برضه صحح لأميدو ما تسأل قبل ما تيجي ما تقعد تقول حاجات ويعني هيريحوا الفرق بس نشرحها مش كل الفرق هتريح في نفس الوقت هتلاقي الدوري الاسبوع الجاي اول مره تحصل الحمد لله على هيلعبوا يعني كل الفرق هتاخد راحه بس مش كله مع بعض عشان ما تحسش ان في بريك يعني فهتلاقي في اسبوع بس في ماتشين وبعدين بعد كده حد واثنين وثلاث كده يعني السنه دي كمان بيقعدوا دي جديده دي على الدوري الانجليزي هم على طول حازم بص الانجليزي بس دي احسن على فكره لان هو بياخد راحه خالص وهو ده هم مقتنعين يعني كل الخبره بيقولوا جوارديولا طلع بيشتكي وكلوب طلع بيشتكي ان الماتشات الكتيره والماتشات الريبلاي بتاعت الكاس وكل الكلام ده بي 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 بيعمل اجهاد كبير جدا للعيبه طبيعي الفريق يلعب كل كام يوم بص مع السبورت ساينس الجديده والريكفري وعلم الاستشفاء الجديد وكل الكلام ده كله اللعيبه دي ما عندهاش اي مشكله بالذات ان انت النهارده مشكله في قد ايه وقت انا المينيمم 3 ايام طبعا لكن في وقت في البوكسنج دي بتلعب في 48 ساعه تلعب في 48 ساعه يعني في اوقات تلعب مثلا بس ده مره وانس مش ويكلي يعني لا في البوكسنج دي بتلعب 24 هي دي يعني مره 48 ساعه لا بس هو بيكلمك عنه يلعب كل قد ايه ماتشات يعني اربع ايام ثلاث ايام والرابع على طول على طول لا بس لا بس ما ينفعش كل ساعه اربع كل اربع ايام ما ينفعش لا ما ينفعش لا هي بتبقى يعني وقت معين تلعب كل اربع ايام لكن مش طول السنه ممكن تلعب قد ايه لكن 48 24 ساعه دي 48 ساعه دي شوف دلوقتي طبعا مع علم الاستشفاء ومع علم النفس اللي بيحصل في في السبورت ساينس واللي بيحصل في علم التدريب دلوقتي بقت اللعيبه بترجع لحالتها الطبيعيه في وقت قياسي اللعيبه بتطلع بتنزل في الايس باث بعد الايس باث عنده حاجات ماشينز بيركبها على عضلات رجله كلها الكتريستي عشان تعمل الريكفري بتاع 12 دقيقه بيرجع يعني دلوقتي بيرجعوا يعني تاني يوم الريكفري ستريتشات الشغل بتاعهم بتاع في 48 ساعه بيكون رجع ل 80% من حالته المدرب بقى عنده الاسلوب بتاعه هل هو ياخد ريسك ان هو يلعب لعيب مرتين في حاجات برضو يعني برضو في علم التدريب الحديث عايز اقول لك عليها ان مثلا اللعيبه اللي عندها اللي بتلعب ببيس عالي وبتعمل سبرنتات كتير بتحتاج وقت اطول للريكفري يعني لما جم دلوقتي درسوا قال لك مثلا لعيب زي مثلا زي ارون لينون لعيب زي محمد صلاح اللعيبه اللي هي الشارب دي اللعيبه اللي هي على طول بتعمل سبرنتات كتيره جدا محتاجه دايما 24 ساعه اكتر عشان توصل لحالتها الطبيعيه عشان كده تلاقي ان اللعيبه دي عرضه للاصابات في ضغط المباريات اكتر بكتير جدا من اللعيبه العاديه غير اللعيبه اللي هي الطويله اللي هي ما بتعملش سبرنتات كتير او الكلام ده دول بيوصلوا لحالتهم الطبيعيه في وقت اقل بكتير جدا لو لحقت الريكفري او علم الريكفري ده في زمنك كانت امورك اختلفت كلنا كنا اختلفنا اكيد طبعا احنا كنا بنعمل العكس احنا كنا بنعمل سخ فانا انزل هبدان في الماتش يا جماعه انا تعبان ايوه كل حاجه بقول لك والله يعني تكتشف ان انت كنت ماشي حياتك كلها غلط بعد ما ربنا يديك الصحه يلا حسن الختام انا كنت بطلع انزل الماتش اللي بعديه ببقى تعبان يا جماعه في حاجه غلط انت ايه ما هو بيزود لك اسيد في العضله ويخليك تعور على طول هو ده اقوى فيه والله العظيم ان واحد خلص حياته قال لك معلش كنت ماشي ماشي شمال كله شمال بس على فكره في كل الحياه كده بس كلنا كنا كده يعني مش احنا لوحدنا كل العالم كده بقول لك ايه انا مره في انجلترا زوري تعبني جالي التهاب في زوري جامد جدا فطبعا كلمت امي قعدت تقول لي اشرب حاجات سخنه ماشي يا ماما جبت نعناع جبت ليمون بعسل مش عارف ايه وبتاع فزوري زاد فتاني يوم رحت الجي بي رحت الراجل بتاع في المستشفى قلت له ماما دخلت لا ما قلتلوش ماما اقول له ماما ليه قلت له ماما يعني الليمون المهم دخلت الراجل فقال لي انت زورك بايظ الليمون بيعمل له التهاب لا فقلت له قال لي انت بتعمل ايه قلت له انا بقالي يومين بعمل كل حاجه صح بشرب حاجات سخنه وبتاع قال لي انت المفروض اللي بيجي له التهاب في زوره لازم يشرب حاجات متلجه اول مره اسمعها لا يا انت سمعتها دي قبل كده والله احنا لحد دلوقتي دي بس طب اقول لك حاجه يعني الله يرضى علما بس دي قصدك اللي يعمل اللي هو تشرب ساقع لا احتقان تشرب ساقع لازم تشرب ساقع لان هو ده زي ما انت بيجي لك انت لما بيجي لك حروق في جسمك اسمعني لما بيجي لك حروق في
جسمك تعمل ايه؟ اول حاجه تلج صح؟ هي زيها بالظبط زي هنا. الراجل قال لي انت مجنون. بس دي جديده، دي اول مره. انا دي والله دي نفس الفكره اللي انت بتقول عليها. مشوش عليها بس مشوش عليها. انا مشيت من المستشفى بقيت اقول لهم يا جماعه انا طول حياتي الناس كلها بتقول لك لما يجي لك التهاب. انت دلوقتي لما يجي لك احتقان تاخد ساعه ايس كريم وجيلي وحاجات تموت بقى تخش تموت بعديها على طول. اه والله والله العظيم ما اعرفش انا ما افتيش بصراحه. اسال احنا ما لناش دعوه بالحته دي، ده ميدو بدل الناس تتعب تمشي على النصيحه عظيم. اسمعوا كلامي بس والله ساقع دكتور كبير. اه ماشي يلا ماشي طيب. شايف تختم بقى بعد حته ايس كريم اللي تختم بعدين. طيب الجوله ال 25 توقعاتك بقى الماتشات اللي جايه. ليستر اول ماتش، ليستر تشيلسي الاثنين مش في احسن حالاتهم الاثنين، يمكن في اقل حالات ليهم. اقول ليستر عشان بيعرف ملعبه. استون فيلا، استون فيلا بعد الماتش اللي فات ده ممكن يكسب. كريستال بالاس طلع من هزيمه تقيله في ملعبه وعنده ماتش ممكن يعوض فيه ماتش صعب تشافل، لكن متهيألي برضه ممكن يبقى كريستال هو اللي يكسب. ليفربول نيوكاسل يكسب. ايفرتون تعادل. برايتون ممكن تعادل. مانشستر ماتش صعب قوي، فرقه وولز في واحد من احسن فرق تلعب قدام فرقه كبيره. تعادل. ارسنال بيرلي ارسنال ممكن تعادل برضه. توتنهام والسيتي. سيتي هيكس. سيتي هيكس. شكرا سيف. هل خل توقعاتك ان السكور؟ لا انا عامل فرقه الماتش الجاي فبغير الفرقه خالص، بس هي بتقعد اسبوع وترجع. فكره مش مهم السكور ولا مهم البرنامج ولا مهم. لا ما بحبش اشوفك كده. انا داون. لا في ايه؟ ما اعرفش في ايه. ممكن نفسك كده انت ايه مالك في ايه؟ ما بحبش يعني كنت ماشي كويس. اي بس ليه جامد كده؟ كده هبطت شويه. اعلى الاسبوع الجاي. هارد لك. مبروك يا ميد. مبروك عالمي صراحه. نجاح باهر وانجاز. الساعه مالها انجاز لا ده بشتغل ساعه وصفر. خلصنا حلقتنا النهارده. بشكركم بفكركم تاني حلقتنا برعايه ال جي وزد، والنهارده احنا موجودين في نادي السيد عشان بطوله زد العالمي. النهارده سكور طبعا رهيب، ولكن الثعلب ما اعتقدش هيسكت، لا هيشتغل الحاجات دي عشان تفرز السد. نشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه. الدوري الانجليزي لكره القدم الكولورادي فن ولعب بيه السنه اللي قال دي مدرسه في اوروبا. الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي.